بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 25. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآيات ذكرها الله سبحانه وتعالى خطابا للمؤمنين من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقطع فيها الطمع، يقطع فيها طمع المؤمنين من أهل الكتاب، يقطع الله طمع هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن أهل الكتاب بنبيهم وبكتابهم القرآن العظيم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عاقب أهل الكتاب بقسوة قلوبهم، فلا يتأثرون بالمواعظ ولا ينتفعون بالذكر، فهم لم ينتفعوا بكتابهم الذي أنزله الله على نبيهم موسى عليه السلام وهو التوراة، فكيف ينتفعون بالقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا ينتفع بكتاب الله إلا من لان قلبه وخشع لرب العالمين وتدبر كتاب الله، وهذه الأمور ليست موجودة في اليهود. فإن الله سبحانه وتعالى أراهم من آياته العظيمة ومن معجزات موسى عليه السلام ما تذوب له الجبال، ولكن قلوبهم كانت أقسى من الحجارة. الله جل وعلا ذكر أن بني إسرائيل شاهدوا من آيات الله العظيمة ما يقتضي أن تلين قلوبهم، بدءا بإنجائهم مع موسى من فرعون وملئه، لأن فرق لهم البحر فأنجاهم، جعله يابسا يمشون عليه حتى نجوا وأغرق عدوهم في البحر وهم ينظرون. ثم أيضا ما تتابع من آيات الله التي شاهدوها مع موسى عليه السلام
من إنزال المن والسلوى ومن إمدادهم بالماء لما عطشوا، ففجر لهم الحجر الذي ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلهم، وختاما بقصة البقرة لما قتلوا قتيلا وتدافعوا التهمة في قتله، كل يدعي أن القبيلة الفلانية قتلته وكتموا الحق في ذلك، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة فذبحوها بعد لأي وتردد وعناد منهم، ثم إن الله أمرهم أن يضربوا هذا القتيل بجزء من هذه البقرة بعضو من أعضائها فيحييه الله، فضربوه بجزء من هذه البقرة المذبوحة فقام حيا وقال قتلني فلان، ثم رجع إلى الموت بعدما بين من قتله. هذا من أعظم آيات الله وهم يشاهدون هذا. قال جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، مع هذه الآيات العظيمة والعبر لم تلن قلوبهم بل قست قلوبهم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد سياق هذه الآيات في بني إسرائيل ومخاطبتهم خاطب المؤمنين من هذه الأمة فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي اليهود، أن يصدقوا بنبيكم ويصدقوا برسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم هذه مواقفهم مع نبيهم موسى عليه السلام، وهذا موقفهم من كتاب الله التوراة. إن قوما هذه صفاتهم يستحيل منهم الإيمان، لأنهم ليس عندهم الاستعداد للإيمان. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق ثم أنكروه، ومن عرف الحق ثم أنكره فإن الله يعاقبه بقسوة قلبه ويعاقبه بزيغ قلبه فلا يقبل الإيمان بعد ذلك عقوبة له. ذكر الله في هذه الآيات التي تلوناها أن اليهود على قسمين، قسم الأول علماء يعرفون الحق ويعرفون الآيات لكنهم يتنكرون لها ويجحدونها عن علم وعن عناد، والقسم الثاني أميون عامة لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقلدون علماءهم على الضلال، عوام يقلدون علماءهم على الضلال ويثقون منهم. فإذا لم يؤمن علماؤهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلن يؤمن عوامهم، ولهذا قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعونه بآذانهم ويدركونه أنه كلام الله، لا يشكون في أنه كلام الله سبحانه وتعالى، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فذكر أن علماءهم على 3 أقسام، قسم الأول
الذين حرفوا كتاب الله، والقسم الثاني منافقون يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر، والقسم الثالث يكتمون العلم ولا يبينونه للناس. هذه أصناف علماء بني إسرائيل، وليس كلهم، فيهم أخيار وفيهم مهتدون كما ذكر الله، لكن الغالب منهم لا يخرجون عن هذه الأصناف. الصنف الأول يحرفون كلام الله، يحرفون التوراة. وما معنى التحريف؟ تحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف الألفاظ وتحريف المعاني. أما تحريف الألفاظ فالزيادة فيها أو النقص منها، وإدخال كلام ليس من كلام الله في كلام الله عز وجل، هذا تحريف الألفاظ. إما أن يغيروا الحروف كما في قوله تعالى لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، زادوا النون، هذا تحريف بالحروف، زادوا حرفا على كلام الله سبحانه وتعالى، أو يزيدون كلمة أو كلمات وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، كما دسوا في التوراة من الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير. فالتوراة محرفة الألفاظ، زيد فيها ونقص منها، فليست كما أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى، وإنما فيها نسبة قليلة من كلام الله، والأكثر من كلامهم هم، نسبوه إلى الله. فإن قلت كيف يقدرون على أن يحرفوا كلام الله؟ فالجواب أن الله سبحانه وكل حفظه إليهم ابتلاء لهم وامتحانا، وكل حفظ التوراة إليهم وحفظ الإنجيل إليهم، ولكنهم لم يحفظوه بل غيروا فيه وزادوا وخانوا، كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني أن الله سبحانه استحفظهم على كتابه، يعني وكل حفظه إليهم، كان الواجب عليهم أن يحموه من الزيادة والنقصان ممن أراد ذلك، لكنهم هم خانوا ولم يحفظوا كتاب الله ولم يحرسوا كتاب الله من الزيادة والنقصان، بل هم زادوا فيه، نفس الرعاة هم الذين غيروا وبدلوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يكل حفظه إلى البشر، بل تكفل هو سبحانه وتعالى بحفظه، فقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله تعهد بحفظ القرآن من الزيادة والنقصان، فأصبح القرآن محفوظا بحفظ الله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفع في آخر الزمان، وهو كما أنزله الله غضا طريا لم يحرف ولم
يدخل عليه زيادة أو نقصان، هذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه القرآن. أما التوراة والإنجيل والكتب السابقة فإن الله وكل حفظها إلى الرهبة إلى الأحبار، إلى الأحبار وهم العلماء من بني إسرائيل، لكنهم لم يحفظوها، بل هم الذين تلاعبوا فيها وأدخلوا فيها الزيادة والنقصان والتحريف. هذا النوع الأول، التحريف في الألفاظ، وهذا موجود في الكتب السابقة بكثرة. أما القرآن فقد صانه الله منه والحمد لله. النوع الثاني تحريف المعنى، وذلك بأن يفسر كلام الله بغير معناه الصحيح، يفسر بمعاني أخرى لم يردها الله سبحانه وتعالى. وهذا وقع من بني إسرائيل ووقع من هذه الأمة أيضا، من أمة محمد، فهم فسروا كلام الله، يعني من أمة محمد من فسر كلام الله بغير معناه وحرف معناه، وكذلك حرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفسره بغير معناه. هذا موجود، موجود في هذه الأمة، كما أنه موجود عند اليهود والنصارى. تحريف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفرق الضالة التي تفسر القرآن على حسب مذاهبها وأهوائها وأذواقها هو من تحريف المعنى، هو من تحريف المعنى والإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يلحدون يعني يفسرونها بغير معانيها، ويقولون للناس هذا تفسير القرآن وهذا تفسير السنة، وهم كاذبون في هذا، يؤولونها على غير معناها. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أي التوراة والإنجيل اللذين أنزلهم الله على موسى وعيسى، يسمعون كلام الله يقرؤونه ويتدارسونه ثم يدخلون عليه التحريف والعياذ بالله. فالتوراة الآن مشحونة بالأكاذيب، والإنجيل أشد، مشحون بالأكاذيب الباطلة التي نسبوها إلى الله عز وجل، يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه أي من بعد ما درسوه دراسة حقيقية وتأكدوا من ألفاظه وتلقوه عن علمائهم بنصوصه، ثم بعد ذلك حرفوه وهم يعلمون أن ما أدخلوا ليس من كلام الله وإنما هو من كلامهم هم من بعد ما عقلوا، أي عرفوا كلام الله وعرفوا معانيه، عرفوا ألفاظه وعرفوا معانيه، لكنهم بعد ذلك غيروا الألفاظ وغيروا المعاني، وهم يعلمون صنيعهم ويعلمون كذبهم، وذلك لقسوة قلوبهم والعياذ بالله. كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا قلوبهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهذا نتيجة لقسوة قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة،
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال بعدها أفتطمعون أن يؤمنوا لك، يعني الذين هذه قسوتهم أقسى من الحجارة، هل تطمعون في إيمانهم؟ هذا بعيد. وذلك لأن اليهود كانوا يسكنون في المدينة، كانوا يسكنون في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسكنونها في الجاهلية، ويقولون سيبعث نبي، سيبعث نبي من هذه الأرض يكون مهاجره في المدينة، لأنهم يجدون هذا في كتابهم. فجاءوا إلى المدينة واستوطنوها ينتظرون بعثة هذا الرسول ليكونوا معه وليجاهدوا معه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من العرب، وكانوا يطمعون أن يكون من بني إسرائيل، حسدوا العرب وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله. ولهذا قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وهذه حالهم أبدا، هذا محال. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ارتكبوا هذا الأمر عن علم وإصرار وعناد، لم يرتكبوه عن جهل، وإنما ارتكبوه عن تعمد. والإنسان إذا عصى الله على بصيرة وعلى علم فإن الله يختم على قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الإنسان إذا عصى الله على بصيرة فإن الله يحرمه من الرجوع إلى الحق بعد ذلك، وهذا شأن اليهود وغيرهم ممن عصى الله على بصيرة. هذا صنف من علماء بني إسرائيل يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا. الصنف الثاني منافقون. الصنف الأول جاهروا بالكفر، جاهروا بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحدوا رسالته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا صنف. الصنف الثاني ما أظهروا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بل تظاهروا بالإيمان. طائفة من اليهود في المدينة تظاهروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم يبطنون الكفر به في قلوبهم. لماذا تظاهروا بالإيمان؟ لأغراض سيئة، من أجل أن يخدعوا المسلمين وينقلوا أخبارهم إلى اليهود ويجلسوا مع المسلمين على أنهم منهم، على أنهم مسلمون، وهم يريدون بذلك التجسس على المسلمين وأخذ أخبار المسلمين لأعدائهم، ويريدون بذلك أن يعيشوا مع المسلمين ويسلموا على دمهم وأموالهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا لقوا المسلمين قالوا آمنا برسولكم وآمنا بكتابكم ونحن إخوانكم ونحن نعترف أن محمدا رسول الله ونعترف أن صفات محمد صلى الله عليه وسلم عندنا في التوراة والإنجيل، نعترف بهذا ونحن نؤمن به. إذا لقوا الذين آمنوا من هذه الأمة
قالوا آمنا برسول الله، آمنا بمحمد، وآمنا بالقرآن. وإذا خلوا إلى شياطينهم كما في أول السورة قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وفي هذه الآية وإذا خلى بعضهم إلى بعض، فهم إذا جاءوا مع المؤمنين أظهروا الإيمان، وإذا صاروا مع قومهم من كفار اليهود قالوا نحن لم نؤمن بمحمد وإنما خدعنا المسلمين بذلك، وإلا نحن على دينكم وعلى ملتكم ولم نتخلى عن دين اليهود. هذا نفاق والعياذ بالله. النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي كنفاق المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، نفاق اليهود ونفاق المنافقين من هذه الأمة الذين أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر وهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا النفاق الأكبر والعياذ بالله. وهذا يكون في اليهود ويكون في المسلمين أيضا كما ذكر الله جل وعلا عن المنافقين من هذه الأمة في سور وآيات كثيرة. هذا النفاق الأكبر والنفاق الاعتقادي. النوع الثاني النفاق العملي، النفاق العملي بأن يتصف المؤمن بصفة من صفات المنافقين، هذا نفاق أصغر ونفاق عملي لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان، وقد يزيل الإيمان نهائيا إذا تكاثر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه من صفات المنافقين، إذا تكاملت هذه الصفات في شخص صار منافقا خالصا، وإذا كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فالكذب من صفات المنافقين، إخلاف الوعد من صفات المنافقين، خيانة الأمانة من صفات المنافقين، الغدر في العهود والمواثيق من صفات المنافقين، نسأل الله العافية. فالحاصل أن اليهود منهم منافقون ما جاهروا بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أظهروا الإيمان به خداعا ومكرا، وفي قلوبهم يكفرون به. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم أي بعض اليهود الذين نافقوا خلوا إلى الصنف الآخر الذين لم ينافقوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هذا من نفاقهم أيضا،
أنهم يدخلون في الإسلام ثم يتراجعون عنه من أجل أن يخدعوا المسلمين، ولأجل أن يقول ضعفاء الإيمان ما تركوا الإسلام إلا لأنهم عرفوا أنه على غير حق، لأنهم أهل كتاب وأهل معرفة، فلو وجدوا في الإسلام خيرا ما تركوه لعلهم يرجعون، يعني يريدون أن يرتد بعض المسلمين اقتداء بهم في الردة والعياذ بالله. فهذا من مكرهم وخيانتهم لله ولرسوله إذا خلى بعضهم إلى بعض. قال الذين لم ينافقوا للذين نافقوا منهم أتحدثونهم، أي تحدثون المسلمين بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. معنى هذا أنهم يقولون كيف تخبرون المسلمين بما جرى لليهود من النكبات والعقوبات السابقة، تحدثون المسلمين بذلك بما فتح الله عليكم. الفتح هنا معناه العقوبة، كما قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. افتح، نوح عليه السلام دعا عليهم على الكفار بالفتح وهو العقوبة والهلاك. بما فتح عند ربكم، وقيل المعنى بما فتح الله عليكم بما أعطاكم من العلم. تقولون نحن عندنا صفات محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا أنه صادق في كتابنا وأنه رسول الله، تخبرون المسلمين بذلك. الواجب عليكم أن تكتموا هذا الشيء ولا تظهروه. فهم أنكروا عليهم إظهار ما عندهم من العلم بمحمد صلى الله عليه وسلم، تحدثونهم بما فتح الله عليكم من العلم والمعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم هم يحاجونكم عند الله ويقولون إنهم اعترفوا لنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليكم أن تكتموا هذا الشيء وأن تجحدوه وتقولون نحن لا نعرف محمدا صلى الله عليه وسلم وليس عندنا له ذكر. هكذا يوصون بعضهم بعضا في هذا الأمر، وهذا في السر، هذا في السر والخلوة بينهم. قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا الذي تحادثوا به في السر وأخفوه عن المسلمين الله جل وعلا يعلمه ويطلع عليه، وإن لم يطلع عليه المسلمون فالله جل وعلا يطلع على السرائر، ويطلع على ما في القلوب، ويطلع على الخفايا. فهم وإن استتروا عن المسلمين فإنهم لا يستترون على الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم مكرهم وكيدهم، كما قال سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فمهما أخفيت ومهما كتمت فإن الله يعلمه وسيظهره وسيفضح من اتصف بذلك. والواجب على المؤمن أن تكون سره وعلانيته سواء، يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا صادقا في إيمانه، وأن يخشى الله في السر والعلانية، لأن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى. إذا خلى بعضهم إلى بعض، شوف خلوا خلوة، ما عندهم أحد من المسلمين ولا غيرهم،
ما عندهم إلا من جماعتهم. إذا خلى بعضهم إلى بعض قال وتحدثونهم، أي تحدثون المسلمين بالأسرار التي عندكم والعلم الذي عندكم تحدثونهم به، ثم يحتجون عليكم يوم القيامة عند ربكم، هذا كلام يقوله مؤمن؟ بل هذا كلام يقوله عاقل فضلا عن المؤمن. هل يخفون على الله سبحانه وتعالى؟ لكنهم قاسية قلوبهم والعياذ بالله، لا يخافون الله ولا يخشونه. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ وهذا الصنف الذي يقول هذه المقالة هم أهل الكتمان من اليهود، وهم الصنف الثالث. ونحن قلنا إن علماءهم على ثلاثة أصناف: صنف حرفوا كلام الله وجاهروا بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وصنف نافقوا وأظهروا الإسلام الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم على الكفر به في الباطن خداعا ومكرا، وصنف يكتمون ما في كتابهم من الحق، يكتمونه لئلا يحتج به عليهم المسلمون ويخفون ذلك. فكتمان العلم من صفات اليهود، ولا يجوز كتمان العلم، يجب تبليغ العلم ونشر العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فكتمان العلم جريمة كبيرة، وهو من صفات اليهود ومن اقتدى بهم من هذه الأمة. كتمان العلم لا يجوز، بل يجب إظهاره ويجب نشره ويجب تعليمه للناس، تبليغه للناس حتى ينتفعوا به، ينتفع به المؤمن وتقوم الحجة على المنافق والكافر. الصنف الثاني أميون، ومنهم أي من أهل الكتاب من اليهود أميون، والأميون جمع أمي، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. أميون لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني، الأماني تلاوة قراءة، مجرد قراءة، ما يفهمون معانيها ولا يتدبرونها، مجرد حروف يقرؤونها ولا يتدبرونها ولا يتعلمون معانيها. وهذا نقص عظيم في اليهود وفي غيرهم، يعني كون الإنسان يقرأ كتاب الله ولا يتدبر معانيه ولا يتعلم تفسيره، ما تكفي مجرد القراءة من غير فقه في معاني كلام الله ومن غير بحث عن تفسير آيات الله عز وجل، مجرد قراءة وهو لا يعرف معناها، هذا لا يستفيد شيئا. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقراءة من غير تدبر لا يستفيد منها الإنسان شيء، وهذا من صفات اليهود، منهم أميون باقون على أميتهم وجهلهم، كما ولدتهم أمهاتهم، لا يقرؤون الكتاب إلا أماني
يعني مجرد تلاوة فقط. هذا ذم، هذا ذم من الله سبحانه وتعالى لمن اتصف بهذه الصفة. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. يقلدون علماء اليهود المحرفين لكلام الله، ويقلدون المنافقين من غير علم ومن غير بصيرة. ولا يجوز تقليد أهل الضلال، ما يجوز تقليد أهل الضلال، هذا يسمى التقليد الأعمى. تقليد أهل الضلال وأهل الكفر وأهل الجهل هذا هو التقليد الأعمى. تقليد الصحيح هو تقليد أهل العلم، تقليدهم بمعرفة الحق والسير على منهاجهم واقتفاء أثر أهل العلم، أهل الصلاح، أهل الاستقامة، أهل العلم، هذا هو الاقتداء الصحيح وهذا هو التقليد الصحيح. أما تقليد أهل الضلال وأهل الجهل فهذا مذموم. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي مجرد تلاوة للحروف فقط. كثير من الناس اليوم يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا نقص عظيم، هذا نقص عظيم. القرآن ما أنزل لأجل التلاوة فقط، التلاوة وسيلة للعلم والعمل وليست غاية، إنما هي وسيلة. أما الذي يقف عند التلاوة فقط ولا يتدبر ولا يتفهم كلام الله ويتفقه في معانيه، فهذا إنما أخذ بالوسيلة وترك الغاية، وهذا لا يصل إلى 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 غاية حميدة ولا يصل إلى المطلوب. فيجب على هذه الأمة أن تعتني بكتاب ربها دراسة وتدبرا وتفقها في معانيه وعملا بما فيه، هذا هو المطلوب نحو كتاب الله. ولا نكون مثل اليهود، إما أن نحرف كلام الله وإما أن نكتم ما أنزل الله وإما أن نجهل معانيه ونقتصر على إقامة حروفه وتلاوته فقط. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي تلاوة مجردة عن الفهم، وإنهم إلا يظنون في أعمالهم وأقوالهم تخرص، لأنهم ما يبنون عملهم على كتاب الله، وإنما يبنون عملهم على تقليد فلان وعلان، وهذا هو نفس الخطأ والضلال. ثم إن الله توعد هذه الطوائف بقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل كلمة عذاب وتهديد، وقيل ويل واد في جهنم، وقيل غير ذلك في تفسير الويل، لكن يجمع تفاسير هذه الكلمة أن هذه كلمة عذاب وتهديد من الله سبحانه وتعالى للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قال يكتبون ثم قال بأيديهم، لا شك إن الكتابة تكون بالأيدي، لماذا جاء بأيديهم؟ هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد،
هي أنهم يكتبونه بأيديهم لا يكتبه غيرهم، وإنما هم الذين يكتبونه، يكتبون الكتاب بأيديهم، أي كتابا من عندهم بدل كتاب الله سبحانه وتعالى، يفترون على الله الكذب، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يخدعون الناس، يكتبون الأكاذيب، ويكتبون الضلالات، ويكتبون الخرافات والبدع، ويقولون هذا هو دين الله وهذا هو من عند الله. فجمعوا بين جريمتين، جريمة الكذب، وجريمة الكذب، جريمة الكذب وجريمة نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، نسبوا كذبهم إلى الله وقالوا إن الله قال هذا، نسأل الله العافية، قالوا إن الله قال هذا وأن هذا من كتاب الله. العوام والجهال يصدقونهم ويأخذون هذا الكتاب على أنه من عند الله، وهو من وضع الزنادقة ووضع الملاحدة، نسأل الله العافية. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذه جريمة. الجريمة الثانية يقولون هذا من عند الله، نسأل الله العافية، وهذه أشد. كون الإنسان يكذب هذه جريمة وذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا أضاف هذا الكذب إلى الله فالأمر أشد والعياذ بالله. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، كذب على الله، هذا أظلم الظالمين. وكذلك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز الكذب على الله ولا الكذب على رسول الله، ونسبة القول إليهم ويقولون على الله الكذب، تعالى الله عن ذلك. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا يا إخوان يتناول كل من كتب كتابا، كل من كتب كتابا من عنده، كل من كتب كتابا من عنده وحشاه بالكذب والبدع والمحدثات والمخالفات الشرعية وقال هذا من عند الله وقال هذا من الشرع وهذا من الدين، هذا يتناول المؤلفين الذين لا يتثبتون في مؤلفاتهم فيحشونها بالأقوال الكاذبة والبدع الضالة والأحاديث الموضوعة والخرافات، ويقولون هذا هو دين الله، نسأل الله العافية. وكثير هذا في علماء الضلال، كثير هذا، وكم هي الكتب التي من هذا النوع وتنتشر بين الناس، نسأل الله العافية. وأول من سن ذلك اليهود، واقتدى بهم كل من سار في ركابهم، وبئس القدوة اليهود. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، كما قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه حرفة اليهود. وكذلك من اقتدى بهم من علماء هذه الأمة أو من جهالهم ومتعالميهم فألف كتبا فيها ضلال
ونشرها بين المسلمين، فيها البدع، فيها الخرافات، فيها الأقوال الكاذبة، فيها الفتاوى في الحلال والحرام، أحل الله كذا وحرم كذا، هذا حلال وهذا حرام، وليس على ذلك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه الفتاوى تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتاوى كثيرة في الحلال والحرام، نسأل الله العافية، فتاوى يضلون بها الناس، هذا داخل في هذه الآية. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، من أجل إيش يعملون هذا العمل؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، لأجل أن يظهروا أمام الناس أنهم علماء فيمدحهم الناس ويحصلوا على الرياسة في هذه الأعمال، هذا ثمن قليل زائل، أو لأجل أن يبيعوا هذه الكتب، يبيعوا هذه الكتب ويأكلوا ثمنها. ولهذا قال وويل لهم مما يكسبون، مما يكسبون وراء هذه الكتب. فهؤلاء المؤلفون الذين ألفوا كتب الضلال في العقيدة أو في الحلال والحرام أو غير ذلك من أحكام الشريعة أو من البدع والمحدثات، وباعوها على الناس في المكتبات وأكلوا ثمنها، توعدهم الله بهذا الويل، وويل لهم مما يكسبون، نسأل الله العافية. جمعوا بين عدة جرائم، أولا أنهم كذبوا، والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ثانيا أنهم نسبوا هذا إلى الله وإلى شرع الله سبحانه وتعالى وقالوا هذا من عند الله، ثالثا أنهم باعوا هذه الأكاذيب وهذه المؤلفات الباطلة وأكلوا ثمنها، تغذوا بالحرام. قد جاء في الحديث أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ نسأل الله العافية. فليحذر المسلم من هذا العمل، خصوصا العلماء، خصوصا طلبة العلم، ليحذروا أن يقولوا على الله وعلى رسوله ما لم يقله الله ولا رسوله، ليحذروا أن يحللوا ما حرم الله أو يحلوا ما حرم الله من أجل نيل الوظيفة أو من أجل الرياسة أو من أجل التملق عند الولاة أو من أجل بيع هذه الكتب الباطلة وأكل ثمنها وجعلها موارد رزق وكسب، نسأل الله العافية. ليحذر كل مسلم من هذا العمل الخبيث. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، نسأل الله العافية. شوفوا ثلاث مرات، فويل للذين يكتبون الكتاب، ويل لهم مما كتبت أيديهم، ويل لهم مما يكسبون، كم كرر الويل؟ ثلاث مرات على هذا العمل المستبشع الذي يتساهل فيه كثير من الناس. بعض الناس يحب أنه يظهر له مؤلف ولا كتاب علشان يقال هذا تأليف فلان ويمدح دون أن ينظر ما فيه، هل هو صحيح ولا باطل، هل هو حق ولا ضلال، هل هو هدى ولا ضلال، دون أن ينظر هذا. أيضا إذا كان حقا ما فيه فلا يطمع بالدنيا وإنما يخرجه لوجه الله سبحانه وتعالى، فلا يبيع العلم ويبيع تبليغ كتاب الله وسنة رسوله ويجعله مصدر للكسب، هذا مقصد دني
وإن كان هذا لا يصل إلى حد الوعيد الذي في الآية، لكن إذا كان قصد الإنسان من مؤلفاته الرياء والسمعة، أو كان قصده أنه يبيعها ويأكل من ثمنها، فهذا مقصد دني. ليكن قصده وجه الله سبحانه وتعالى، ليكن قصده نفع الناس وهداية الناس وتبصير الناس، هذا الواجب على العلماء والواجب على المتعلمين والناصحين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصلاح والفلاح، صلاح القول والعمل وصلاح الاعتقاد وصلاح الأخلاق وصلاح الدين وصلاح الدنيا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الدروس المباركة، ونسأله سبحانه أن يجعلها في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته في عليين، وينفعنا بما قال وسمعنا، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة جدا، أستأذنكم في عرض بعضها. نعم. أحسن الله إليكم، كثير من الأسئلة وردت تسأل عن حكم المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية وهي في الميقات أو أثناء الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي، ماذا تفعل في كل هذه الأحوال؟ وما الحكم إذا نسيت أن تقص من شعرها عند التحلل وقد جاءها زوجها قبل ذلك؟ هذا السؤال يشتمل على أسئلة كثيرة. أولا، إذا جاءها الحيض عند الميقات وهي تقصد العمرة أو الحج، هذه تحرم وهي حائض، لا بأس، الإحرام لا يشترط له الطهارة، تحرم وهي حائض. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت ونفست، أمرها أن تحرم مع الناس، الإحرام لا يشترط له الطهارة. لكنها إذا وصلت إلى مكة لا تطوف ولا تسعى حتى ينقطع عنها الدم، تغتسل ثم تطوف وتسعى. قوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا سؤال. السؤال الثاني، إذا حاضت وهي تطوف أحرمت طاهرة وجاءت وصلت إلى مكة وهي طاهر، ثم حدث عليها الحيض في الطواف، بطل طوافها، تخرج من المطاف، تخرج من المسجد الحرام، تذهب إلى سكنها وإلى محل إقامتها وتنتظر حتى ينقطع عنها الدم، ثم تغتسل وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها. السؤال الثالث، إذا طافت وهي طاهر ثم نزل عليها الدم بعد ما فرغت من الطواف، هذه لا حرج عليها، تسعى، السعي لا تشترط له الطهارة، تسعى وهي حائض، سعيها صحيح، إنما الطواف هو الذي لا يصلح مع الحيض، أما السعي فلا بأس أنها تسعى وتقصر من رأسها وتكمل عمرتها، ما في بأس. السؤال الرابع، امرأة طافت وسعت ونسيت أن تقصر وجامعها زوجها، هذه باق عليها التقصير، يجب عليها أن تقصر، ما تكمل عمرتها إلا بالتقصير، والجماع الذي حصل يكون عليها فيه فدية، تفدي، تذبح فدية شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم من يقول فلان به عيب خلقي؟ وش الداعي لأنه يقول فلان به عيب خلقي؟ ما له داعي أنه يذكر عيوب الناس إلا إذا استشير
واحد يبي زوجه واسأله عن فلان هذا، قال والله أنا أعرف إن فيه كذا، فيه مرض، فيه مرض، فيه عيب في خلقته، هذه نصيحة من باب النصيحة والمشورة. أما ما دام إنه لم يسأل عنه ولم يستشر فيه فهو لا يجوز له يتكلم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل النقاب الذي نراه على كثير من نساء المسلمين اليوم، وهو إخراج جزء كبير من العينين والحواجب وجزء من الأنف والوجه، هل هو النقاب المعروف في عهد الصحابة؟ وما حكم هذا النقاب؟ وهل تجوز الصلاة به؟ وما حكم لبس المحرمة له، لا سيما إذا كان عليه غطاء خفيف؟ أما بالنسبة للمحرمة فلا تلبس النقاب مطلقا، لا وحده ولا تحت الغطاء، ما تلبس النقاب المحرمة، ما تلبس النقاب حتى تحل من إحرامها، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب ولا تلبس القفازين هم شراب اليدين. أما النقاب الذي وصفه السائل بأنه يبدي شيئا من الوجه فهذا ليس هو النقاب المعروف عند العرب وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقاب لا يجوز للمرأة أن تلبسه لأنه يبدي شيئا من وجهها ووجهها عورة، وإنما النقاب المعروف هو الذي لا يبدو منه إلا العينان فقط، ما يبدو منه إلا العينان ولا يظهر شيء من الوجه، لا من المحاجر ولا من الخدين ولا. أما إذا كان واسعا يظهر شيء من الوجه فهذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبسه لأنه لا يسترها بل يبدي شيئا من وجهها. أما لبسه في الصلاة، المرأة إن كان عندها رجال من غير محارمها فإنها تستر وجهها في الصلاة وفي غيرها، أما إن كانت تصلي وليس عندها رجال إلا من محارمها فإنها تكشف وجهها في الصلاة، تكشف وجهها إذا كانت وحدها في الصلاة أو كان عندها نساء أو كان عندها رجال من محارمها تكشف وجهها في الصلاة. نعم.